بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيتما ذي اسماء، مرحبا بكم ذي القناة في نادور أمر بدا كذو محمد وربدا إيتاو يوم الجديد. اتصل إخوان، اتصل عندك ذي ما بوذا بالنسبة تسحب الإقامة إيجان دي مليليا ما بوذا هذا الفن سلا كارتوها، يعني غاس نجل لا كارت بالنسبة وذان إيتعيش دي مليليا نغت سبتا ما بوذا غازي زي الفن حاليا ما مش تغن السن قبر ما تبلع المعفال مليليا سبتا تغت الفن سلا كارتوها، ولكن هارا أن السن ما بوذا مريو دار سباسا بارتيا نغي موثا سباسا بارتيا ما بوذا غادي يفغ سلا كارتوها ما مش نشين غان غلا كارت ناسيونال نشين وغان غبور حقنا سلا كارت ناسيونال، ولكن يوداني تغي تعيش ندي مليلية سبتة تغي تفغن تغي سنحق، ولكن نهار غان تسن ما غا سنحق ما غا سنبورحق. مني غان شاء الله تقيمك فيديو غارقة باش انا افذي التفاصيل. وتاتي اليوم غادي نعرفوا بالنسبة الناس اللي مشات ليهم الصلاحيات ديال الباسبور، كنهضر مع الناس اللي عندهم الإقامة، الناس اللي عندهم الأوراق ساكنين في سبتة ومليلية، واش يمكن ليهم يدخلوا المليلية وسبتة بدون جواز السفر، واش يخرجوا إلى بلينصار بدون جواز السفر. اليوم غادي نعرفوا ندخلوا في التفاصيل، ولكن بغيتكم تكملوا معايا هذا الفيديو حتى الآخر إن شاء الله بحول الله. اسمع يخسات السلم جواز السفر بالنسبة يوداني تعيشن ذي مليليا سبتا يخسى ضروري غاوميريا جواز السفر وغاوم برحقة تفغم سلاكارت، وإنما تغديجة تفغم سلاكارت عادية، ولكن نهار الله الشور خي يوداني غدجة يعني يوداني تغي تعيشن ذي مليليا سبتا. اما اني يجان اذا مغاربين مشاوناش شي انتو غتف سبوسا بارتيا ضروري خص سبوسا بارتيا، اذا نخو يدور كلشي كيف كيف، اما مغربيا ام اسبانيا اذا ضروري خص يدير جواز السفر. ما يما القضيه ديال الطامبونيت ما ديسما القضيه فيها الطامبون الاخوان، خص ضروري بالنسبه للناس اللي عندهم الاقامه لا اللي كاينين في سبته وامل اللي خص ضروري، واخا مشات لكم الصلاحه ديال جواز السفر خص ضروري تصاوبوا واحد اخر ضروري، راه ما غاديش تخرج بهذاك البطاقه ديال الاقامه، خص ضروري تخرجوا بجواز السفر. القضيه فيها الطامبون الاخوان، وهذا الطامبون غادي يبقى الى الابد، غادي يبقى الى الابد، لا الجمارك ديال بلينصار والجمارك ديال المليليه راه حتى هما كيتبعوا. خص ضروري بالنسبة ساكنة مليلية وساكنة سبتة خصهم يوجدوا الباسبورت، واخا راني عارف بأن باسبورت راه غادي يعمر بالطامبونات، راه غادي يعمر لأن ماشي بحال شحال هادية كانوا كيخرجوا غير بالبطاقة ديال الإقامة، ولكن اليوم القضية فيها الطامبون غادي يخرجوا يديروا الطامبون ويدخلوا الى مليليا يديروا الطامبون، لان القضيه فيها الطامبون، وهذا الطامبون يعني سولنا عليه غادي يبقى كما قال واحد الجمارك خدام في بلينصار، قال لك اسيدي راه غادي يبقى هذا الطامبون الى الابد، يعني غادي يبقى مير بدا. اذا من غنقايت ما دي سما الشركه مغاربه خلينا نشين يتبخانغ القانون ومضبع، يعني نضبعه مرميت وغادي يستفكان وتجيبو نهار، وانما تقعد تفكان عندي اسم مرمي، لان يضبعه يجبد وفين دايس يعني وفين دايس خاصني نجي نحاجث ديك الضبعه، وزما ثقنا من نواها ما عليك كي تغقنا من نواها تالي غير يمكن تضبعني صحاب مليليا واه نمشي ما مشيتو غنتسنى ضبع تغضبعني صحاب الجاليه واه. حنا كما كنا كنعرفوا بان هاد الطامبون كانوا كيتبعوا غير الجاليه وصافي، ولكن اليوم كيتبعوا اي واحد لا عايش في مليليا ولا عايش في مدينه الناظور، يعني مازال حنا كمغاربه مازال واش غادي نتبعوا ولا ما غاديش نتبعوا، لحقاش سولنا واحد الجمارك قال لنا راه هادشي غادي يبقى، يعني غادي يبقى حتى يعني غيبقى الى الابد. اذا الاخوان الا علينا نصوبوا جواز السفر بالنسبة ساكنة مليلية، إلى مشات لكم الصلاحية ديال جواز السفر خصكم دير واحد جديد، إلى مشى كاع توضر خصكم دير واحد جديد. بالنسبة ترى بزاف ديال الناس ما عندهمش هادي في البال، لأن إلى مشات لهم الصلاحية ديال الباسبور غادي يخرجوا غيب يعني غير بواحد لاكارت ديال الإقامة، لأن القانون تبدل، القانون يبدل ايتما ذي السما، قال لي غير مشتو غيتجا قبر، لان مشتو غيتجا قبر تغتفون البطاقه، ولكن هاد البطاقه نواتت،
نهار ميني تتن يتت جواز السفر نهار نهار الجمارك نبلي نسار الزول ماني غضبان الزول ماني غضبان واجبون الضبعان دي لاكات لاكات وزن ما ديس ضبعان اذا نضبعني نهار هذي وش نهار هذي وش نهار هذي وش مرت في الدرب دغا غا المغرب نختت في غا مليلية لان القضية ما لا تنفر نختت في الدار ولا الضبعان اذا هذي يقضى باسابارت اني روح بدري جند الجديد اذا كل شيء بدري يتما دي السماء اذا من غير ما يتما دي السماء تامبونا قد يقيم يربدا وما مشقان ونشوات جموش في ثينان وانما في قارث جمارك البرنصار يقال منايا واش تمني غزي الاخوان وهذا نختتو سبارتاجي اظلي لك الله يجزوكم بخير وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.